أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ هل يدري أحدكم ما معنى كلمة الوضوء؟ نعم، أحسنتم. الوضوء من الوضاءة، وهي النظافة. لقد شرع الإسلام لنا الوضوء قبل كل صلاة، لذا جئت اليوم لنتعلم معا كيف نتوضأ. النهاردة هنعمل إيه يا لولو؟ هنتعلم إزاي نتوضأ، وإزاي نصلي. يبقى النهاردة هنتعلم إيه؟ نصلي ونتوضأ قبل الصلاة. ماشي، هنقول بقى أركان الإسلام. بني الإسلام على إيه؟ خمسة. أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يبقى إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله. قولي. لا إلا الله. شهادة إلا الله. أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله. إقامة الصلاة. إيتاء الزكاة. صوم رمضان. حج البيت. لمن استطاع. إليه سبيلا. يبقى بني الإسلام على خمس. إسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة. إيتاء الزكاة. صوم رمضان. حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ماشي. يلا. أول حاجة هنتعلم الوضوء. نعمل أول حاجة إيه؟ نتوضأ. أيوة، نغسل إيدينا ثلاث مرات. واحد. اثنين. ثلاثة. كده احنا غسلنا ايدينا. نمضمض بقنا ثلاث مرات: واحد اثنين ثلاثة. نعمل ايه؟ نمضمض بقنا ثلاثة. علي صوتك عشان اصدقائك مش سامعين. ثلاثة. نمضمض بقنا ثلاثة. ازاي؟ واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة. تلاتة. تلات حاجة. يبقى احنا اول حاجة غسلنا ايدينا تلات مرات، مضمضنا بقنا تلات مرات. وبعدين هنستنشق تلات مرات. ناخد مية باليمين ونعمل بالشمال. ادي مرة، التانية، التالتة. صح كده؟ رابع حاجة هنغسل وشنا تلات مرات: واحد اتنين تلاتة. وبعد كده نقوم مشمرين ايدينا. شمري كده. نغسل ايدينا لغاية الكوع هنا. ادي مرة، التانية، التالتة. يبقى تلات مرات. وهنا برضو تلات مرات: واحد اتنين تلاتة. وبعدين شعرنا مرة رايح راجع، وودننا بعديها مرة واحدة. وبعد كده رجلنا كده هو لغاية هنا مرة واحدة برضو، بين الصوابع مرة واحدة. يبقى كده احنا عرفنا نتوضى ازاي. نعرف ازاي بقى ايه نصلي. طيب احنا يا لولو تعلمنا ازاي نصلي. يا لينا، احنا كده اتعلمنا ازاي نغسل ايدينا. ايه يا لين، احنا كده لسه متعلمين ايه؟ نتوضى. يبقى احنا كده اتعلمنا اول حاجه ايه؟ نتوضى. طيب احنا اتوضينا عشان نعمل ايه اصلا؟ عشان نصلي. صح؟ طب نصلي ازاي؟ نتوجه ناحية القبلة. صح كده؟ صح. ونقيم الصلاة. صح؟
اللي هو ايه؟ الصلاة، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. ونبدأ نصلي يا لين. عارفة هنصلي ازاي؟ اول حاجة بنقول الله اكبر. احنا طبعا ايه اول حاجة بنقف ناحية القبلة، صح؟ وطبعا احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى بيبقى ايه احنا واقفين قدامه على طول، يعني هو شايفنا، صح كده؟ حاجة بنقرأ، نقول الله اكبر، وبعدين نقرأ الفاتحة. عارفة الفاتحة؟ اللي هي ايه؟ سورة الفاتحة، صح كده؟ اللي هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. دي سورة الفاتحة. بعدها بنقرأ سورة قصيرة، يعني حاجة صغيرة كده على قدنا، زي مثلا ايه؟ قل هو الله احد، تمام؟ بعد ما بنقرا الفاتحه وبنقرا قل هو الله احد، الله اكبر، ونقول سبحان ربي العظيم ثلاث ايه مرات، يبقى نقول ايه؟ سبحان ربي العظيم. لا علي صوتك. سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، يبقى سبحان ربي العظيم. قولي سبحان ربي العظيم. 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 نقول سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد. احنا لما كده بنسجد نقول سبحان ربي الاعلى. 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 الله اكبر. كده احنا قلنا ايه؟ ثلاث مرات سبحان ربي الاعلى، وبعد كده بنرجع نسجد تاني ونقول ثلاث مرات برضو ايه؟ اهو الله اكبر، سبحان ربي الاعلى. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي الاعلى. كده يبقى احنا ايه؟ عرفنا ازاي نتوضى، وعرفنا ازاي نصلي. يبقى انت كده شاطره. كده عندنا خمس صلوات. اول صلاه الفجر، اول صلاه الفجر ركعتين، ركعتين. الظهر، الظهر اربع ركعات، اربع ركعات. العصر، العصر اربع ركعات، اربع ركعات. المغرب، المغرب ثلاث ركعات، ثلاث ركعات. العشاء، العشاء، العشاء العشاء اربع ركعات. يبقى كده احنا اتعلمنا ازاي نتوضى، وازاي نصلي، وعرفنا كل صلاة فيها كام ركعة، صح كده؟ صح. انت شطورة، عشان كده انا هجيب لك هدية جميلة يا لولو. احنا جايبين بازل بطوط وبندق، وجايبين بازل تاني كده، بس مش عارف مين دول بصراحة. بنت وبندق. يلا قولي لاصحابك باي باي، قولي لهم عرفتوا ازاي تتوضوا، عرفتوا ازاي تتوضوا، وعرفتوا ازاي تصلوا، عرفتوا ازاي تصلوا. لو عجبكم الفيديو، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، اعملوا لايك، واشتركوا في القناة، واشتركوا في القناة، واستنوني انا وبابا، استنوني انا وبابا، عشان نعمل البازل دون، عشان نعمل البازل دون، وتتفرجوا وتعملوه معانا. تتفرجوا وتعملوه معايا. باي باي.